يا بنت ياسرة، يا بنت ياسرة، والبلاد قتيلة، أحييتها أملاً فطبت ذماما، وفديتها بدم الغزال لتكتب العهد القديم مسيرة ومراما، باسم الصغير الظل وحي توجع لم يروي في معناك سورة ماما، باسم الحبيب الخيل لم ترجع به ليراك أرضا تستحث غماما، الآن تنسكبين في أرواحنا فجرا، الآن تنسكبين في أرواحنا فجرا تجوهرا في القلوب سناما، يا فجرنا الشعري، يا فجرنا الشعري، صوتك دوري مي فا صول سي، دوري هوى وهياما. أسطورة الأحياء والأموات يستمعون، والأموات يستمعون شد وأبية مقداما، يا عزف شادية الرصاص، معطر هذا سلاحك من يغيث يتامى. في بسمة الشفتين عاشقة الدمى بذلت دما بيقينها يتحامى، بذلته طفلتها، بذلته طفلتها التي لم تلقى، فاختارت اللقيا علا ووساما. أبلغ سلام الذاهلين، أبلغ سلام الذاهلين ترابها، حتى توحد بعدها الأعلام. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. في هذه الحلقة نستضيف الشاعر السوري الأستاذ مصطفى البطران، معنا عبر سكايب من تركيا، تحديدا من مدينة غازي عنتاب. مرحبا بك أستاذ مصطفى، وحيا الله حضورك البهي الطيب سيدي العزيز. مرحبا بك أستاذ مصطفى مطر، الشاعر البهي الجميل، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك من خلال هواء الرافدين أستاذ مصطفى البطران، وأنت شاعر سوري ذقت مرارة اللجوء وألم الغربة، لو كان بالإمكان أن تشرح غربتك بشيء من النثر المقول قبل الشعر، حدثني عن تجربة اللجوء أستاذ مصطفى في ظل البعد عن سوريا التي تحب، تفضل. سوريا الحبيبة فارقناها مكرهين مجبرين، فارقناها وقلوبنا بقيت هناك، بقيت مع تراب الوطن، بقيت مع أشجار الوطن، بقيت مع حكايا الأطفال في الوطن، بقيت مع الأصحاب الذين ظلوا هناك، وما زالت قلوبنا تهفو إلى مستقبل جميل جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا لحظة العودة، إن شاء الله. عودة أردنا كل السوريين أو غربة كل السوريين هي غربة أكرهنا عليها. نعم، إذا أردنا أن نتحدث الآن عن فكرة القصيدة في تجربة الشاعر اللاجئ، كيف تقيم هذه التجربة شعرا إذا ما تحدثنا عن فكرة اللجوء أستاذ مصطفى؟ عبثا أصيح فيستغيث ندائي، لا الأرض أرضي ولا السماء سمائي، أهذي فينطلق النحيب مباغتا، أمشي فتعترض الخطوب حذائي، أرنو فينسدل المساء بلوعة، أغفو فينفتق الصباح بدائي، أبكي فينهمر البكاء على الدنا، أصحو فينطلق السحاب إبائي، أدعو وطفلي في براثن ظالمي، ويشق أطباق السماء دعائي، أحكي وكل الناس تعرف قصتي، والكل يروي حكاية الإقصاء، لا ذنب عندي غير أني مذنب، والذنب أني قد أردت شفائي، فتقاطر الأشرار من كل الدنا يتسابقون لساحة الهيجاء،
يتسابقون وحقدهم يمشي ضحا وترى البلاغة في حمى الأشلاء يتسابقون إلى الرذيلة والخنا والقتل والقتل والتمثيل والإيذاء لا ذنب عندي غير أني مسلم وعقيدتي تدعو إلى العلياء لا ذنب عندي غير أني مؤمن بالله والأصحاب والأسماء لا ذنب عندي غير أني ناكر لجرائم الظلام في الأرجاء لا ذنب عندي ما أتيت جريرة لكنني غيرت وجه مسائي ما عدت غرا تستباح كرامتي ويساق أهلي في دجى الظلماء أنا قادم كالفجر أبسم في الدنا أروي السماحة في ربوع الماء أنا قادم كالغيث أنشر مبسمي وعلى كتاب البدر أكتب بائي. حياك الله أستاذ مصطفى، لعلك تستريح بجلستك قليلا فتعتدل إلى الخلف وتأخذ راحتك أكثر حتى نراك بشكل أكثر وضوحا أستاذ مصطفى. دعنا نتحدث الآن عن فكرة الأمل والألم بتجربتك شاعرا، أيهما أقرب إلى نفسك، الأمل أو الألم؟ تفضل بالإجابة. كلما اشتد الألم كبر الأمل. نعم. كلما ضاقت حلباتها وكنت أظنها لا تفرج. نعم. دائما فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا هكذا نتجرع الألم ونتحمله ونصبر عليه لعل الأمل يأتي إن شاء الله بإذن الله عاجلا بإذن الله. أريد منك أن تقرأ علينا الآن قصيدتك الجديدة، ومرة ثانية أذكرك أستاذ مصطفى بضرورة أن تستريح بجلستك إلى الخلف قليلا حتى نراك بشكل أكثر وضوح. تفضل بقراءة القصيدة الثانية علينا الآن، لك المنبر والكلمة بطبيعة الحال. تفضل أستاذ مصطفى. شكرا لكم. إلى منبج الحبيبة. أهلا وسهلا. الشعر يبهج إن شدت لي منبج، هذا بيان الحرف باسمك يلهج. فاغت لنا الأزمان جر حروفها، فمضت على صدر الزمان تتوج. طود على الأيام بان رسوخها، وعلى رؤى الأحرار راحت تبرج. وتوضأت بالشعر كل حقولها، حتى بدت سحرا يسر ويبهج. زاه مدى الأيام عال شمسها، وعلى صهيل الحر مجدك يسرج. دربا لك الأزهار صاغت عطرها، ليطيب بالأنسام ذاك المنهج. الله الله. بهجت بك الأطيار تعلن عرسها، بهجت بك الأطيار تعلن عرسها، في دوح هذا القلب كان المبهج. في فيك كالأحباب ألف خميلة، غرست لتولد بالعبير تدبج. ودرجت في جنباتها قلق الخطى، كم راقني يا عين ذاك المدرج. ونسجت كالصوفي زهر حقولها، ليزين هذا الكون ذاك المنسج. حسبي لعبت على الفرات مداعبا، فرحا وحينا كالصغار أهذرج. ولكم جلست على دروب أحبتي، فقدت خيوط الهمس مني تنشج. وكذا سرحت على تلال غيومها، وبذكر من أحببت أشد ألهج. ولكم سامرت فجر حروفها، ليصوغ عطر الحرف ذاك المبلج. فرحا أمتع ناظري من سحرها، ويرود للأسماع لحن مصهج. هي منبج والشعر رهن بنانها، أن اتجهت
فثم دونك من بجو. والبحتري هزار دوح كم شدا، ولعلوة الأشعار صارت تدبج. وأبو فرات كم تعثر خيله في ساح منبجة وهو فيها يلهج. ولريشة الأشعار كانت قبلة، وصد الغزيل في رباها يهزج. هي منبج والله أبدعها سنن، سبحان من جعل المدائن تسرج. يا قبلة الشعراء، يا قبلة الشعراء سحرك شاقني، وعلى جبين المجد ذكرك ينسج. لا تكتب الأشعار في حلباتها إلا لتصعد هامها أو تعرج. حسب المشاعر بالعقيق ترصعت، والشاعر المفتون فيها المصلج. فيحط دوقلة ركاب حروفه، كم سار هذا الدرب قبلا يهمج. وكذا هديل الحرف يغزل شدوها، وعلى عبير الورد ورد يغنج. غنت لك الأطيار رائع شدوها، غنت لك الأطيار رائع شدوها. فإذا الصباح منك زاه أبلج. ما أجمع الشعراء يوما قولهم إلا وكانت ملأ فيهم منبج. ما أجمع الشعراء يوما قولهم إلا وكانت ملأ فيهم منبج. حفظ الله منبج وأهلها الطيبين الذين يستحقون حياة ملؤها العزة والكرامة. لفظ أفوك أستاذ مصطفى، وبطبيعة الحال متواصلون معك، لكن قبل أن نكمل سنذهب الآن إلى فقرة قصيدة للوطن ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. آهي من يوقف في رأس الطواحين، ومن ينزع من قلب السكاكين، ومن يقتل أطفال المساكين لئلا يكبروا في الشقق المفروشة الحمراء خدامين. من يقتل أطفال المساكين؟ آهي من يوقف في رأس الطواحين، ومن ينزع من قلب السكاكين، ومن يقتل أطفال المساكين لئلا يكبروا في الشقق المفروشة الحمراء خدامين. من يقتل أطفال المساكين لكي لا يصبحوا في الغد شحاذين، يستجدون أصحاب الدكاكين وأبواب المرابين، يبيعون لسيارات أصحاب الملايين الرياحين، وفي المترو يبيعون الدبابيس وياسين، وينسلون في الليل يبيعون الجعارين لأفواج الغزاة السائحين. هذه الأرض التي ما وعد الله بها من خرجوا من صلبها وانغرسوا في تربها وانطرحوا في حبها مستشهدين. فادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال معكم في رحاب هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيفنا عبر سكايب من غازي عنتاب في تركيا الشاعر السوري الطيب الخلوق المهذب والجميل بانتقاءاته الأستاذ مصطفى البطران. حياك الله أستاذ مصطفى مجددا. الله سلمكم الله، هذا الإطراء
يأسرني. بارك الله فيك، إنما هذا شيء من حقك علينا. دعنا نتحدث الآن عن قيمة الحرية وما الذي تمثله في ذاتيتك الشعرية، تفضل. نثرا أم شعرا؟ في ذاتيتك الشعرية حدثنا عن قيمة الحرية أستاذ مصطفى. أتمنى أن يكون السؤال قد وصلك واستمعت إليه جيدا. تماما. الحرية هي حلم كل إنسان أصيل. نعم. حقيقة عانينا كثيرا من الظلم في سوريا، والحرية هي مطلب الأحرار جميعا، وكيف لا وها هم الشهداء في كل مكان من هذا العالم الرحب، يضحون بأرواحهم من أجل أن يكونوا أحرارا. لذا فلا تنازل عن الحرية ولا تهاون أبدا، وها هم إخوتنا الفلسطينيون قبلنا يناضلون من أجل الحرية، وسيستمر الأحرار في كل مكان وكذلك في سوريا. والأدباء والشعراء لهم باع طويل في هذا المضمار، ولا يمكن أن يستبعد شاعر من الشعراء الحرية من شعره. فهذه هي الحياة التي يمكن أن تسمى حياة. حياة بدون حرية، وللحرية الحمراء باب في كل يد مدرجة تدق. أحسنت. هذه الحرية تحتاج إلى دماء، وها هي الدماء تسيل هنا وهناك، والأحرار يضحون بأرواحهم من أجل الحرية منذ الأزل وإلى يومنا هذا، ويستمر هذا الصراع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة. أحسنت أستاذ مصطفى. دعنا نتحدث عن فكرة الحرية في ذات الشاعر وتجربته. يعني كثيرا ما تجد شعراء لا ينتمون إلى جراحات شعوبهم أو جراحات الأمة التي ينتمون إليها. كيف يمكن للتاريخ أن يخلد تجارب هؤلاء؟ أم أن التاريخ كفيل بالفرز بحسب اعتقادكم؟ الحقيقة هي الحياة التي نحياها هي حياة مليئة بالتجارب، ولكل شاعر ولكل إنسان في هذه الحياة هدف ومراد يسعى للوصول إليه. الحرية في مفردات كشاعر أو كإنسان يجب أن يكون حرا، أرى أنه يجب أن يكون حرا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتهم أحرارا؟ أنا أرفض الاستعباد بكل أشكاله وبكل صنوفه، وأرى أن الحرية هي الحياة الحقيقية. يعني شعب بدون حرية لا يمكن أن يسمى شعبا، ولا قيمة لحياته، ولا قيمة الحياة. والإنسان إن لم تكن الحرية تملأ قلبه وتملأ نفسه وتملأ ذاته فليعتبر نفسه ميتا. نعم. إلى قصيدة جديدة أستاذ مصطفى، ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ تفضل. شراع الأحلام. إلى شراع أحلامك إذا. أشرع شراعك في دجى الأرجاء، واسكب رجاءك في سيول رجائي. أنا ما أضعت على الدروب دفاتري، لكن كتبت بطينها أسمائي. ويزفني الماضي السليد لأنجمي، فتشع من لألائها أرجائي، وتلوح في سفر الخطوب مراكبي، لتنير وجه الكون بالأضواء. كتب الزمان نحيب كل مدامعي، فغدت ترتل شجوهن دلائي. وجعي يسافر في أنين أحبتي، وترى الزوابع تمتطي صحرائي. آهاتنا الحرة كأن فحيحها لهب يسعر في جحيم فضائي. يا الله. والجرح آهاتنا الحرة كأن فحيحها
لهب يسعر في جحيم فضائي، والجرح يا للجرح كيف أروده في مهمه الأوجاع والأدواء. عجبا تحيرني خطاي، عجبا تحيرني خطاي، كأنني ما جلت يوما في دنى غناء. ويطوف شداد الديار ببرعمي، فتنوح أوتار القلوب بدائي، وتئن أردان وتذهل أختها، وتعيد أضلاع دواح ردائي. وهنا صهيل الزاحفين تراحمت، وهنا صهيل الزاحفين تزاحمت بصدى النحيك، ونازفات بدائي يا صاحب الحرف المطمق بالأسى، لم تقدر نحكيك بمسائي. يا صاحب مجددا، يا صاحب الجرح، يا صاحب الحرف المضمخ بالأسى، أملم أساك وذر نحيك بمسائي. يا صاحب الحرف المضمخ بالأسى، لملم أساك وذر نحيب مسائي. هي ذي الخطوب تقض مضجع أمتي، فاحذر وحاذر أن يعم بلائي. أنا في الرماد، أنا في الرماد حفظت كل مواجعي، لتشع يوما في هشيم السمائي. لابد أن تشع حتما أستاذ مصطفى، ولابد لهذا الضوء أن ينتشر حتى يحقق الهدف المرجو. مجددا واعذرني على الإلحاح، أرجو منك أن تستريح بجلستك إلى الخلف قليلا حتى تبدو الصورة أكثر وضوح. أكثر وضوحا. صوت انقطع، أعتذر منكم يا أستاذ المشاهدين. أستاذ مصطفى، دعنا نتحدث الآن عن تجربتكم الخاصة فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية، أو التجربة الأكاديمية الخاصة بكم. حدثنا عن المعاناة حينما يكون الشاعر معلما وفي نفس الوقت صاحب مشروع فيما يتعلق بالكتابة، كيف تكون حياته ومعاناته؟ جميل هذا السؤال، أشكرك على هذا السؤال. كم وكم عانينا حقيقة عندما كنا ندرس مفردات المنهاج المقرر علينا، وأحيانا لا نقتنع بالموضوع الذي ندرسه، أو أحيانا لا نقتنع بالشاعر الذي ندرسه، أو بالفكرة التي تطلب منا كمدرسين. نحاول قدر الإمكان أن نوضح وأن نجلي هذه الصورة المعتمة أحيانا، وهذه الصورة الغامضة أحيانا. ونحاول أن نظهر لطلبتنا ولذات أكبادنا الحقائق المغيبة في المنهج الذي كنا ندرسه. لذلك يعني الشاعر مرهف الإحساس، وهذا الحس المرهف يتعبه كثيرا. عندما نقرأ قصيدة أو نأخذ موضوعا ما من المنهج، لا أريد لهذا الطالب أن يتأثر ولو بجملة تضره أو تخدش براءته كطفل يستقبل هذه العلوم التي نعطيه إياها. لذلك المعاناة كبيرة صراحة، وحاولنا بقدر ما نستطيع أن نهذب وأن نشذب وأن ننقي، أن نصفي المنهج أو الأفكار الغير لائقة بالطالب، سواء كانت أفكار تدعو إلى الاستغلال مثلا، استبداد مثلا، أو إلى تشويه مفهوم الحرية. هذه الأمور كانت من ضمن أولوياتنا كمدرسين وكشعراء. الآن دعنا نتحدث عن موضوع، أو نذهب إلى موضوع مختلف قليلا وربما أفاجئك فيها أستاذ مصطفى،
وهو الواقع الحالي الذي تعيشه سوريا. باعتقادك ما الذي يحتاجه السوريون اليوم حتى يحققوا الهدف الذي انتفضوا من أجله ذات ثورة؟ سؤالك مؤلم. تفضل. الواقع مؤلم أيضا، لأنه سؤال مستمد من الواقع، والواقع المرير. لا أريد أن أخوض في تجربة الواقع السوري، نعم. إن كان دوليا أو إن كان داخليا، وإن كان من حيث الفصائل التي تدعو إلى الحرية وتحارب النظام المجرم، أو من للأسف تدويل القضية السورية، وكل يريد أن يأخذ من الكعكة ما يطيب له. دعنا نتحدث في الإطار الذي يعجل بتحقيق الحلم الذي خرج من أجله كثير البسطاء. الوحدة، الاتحاد. تفضل. يجب أن نتحد، يجب أن نتكاتف، يجب أن يكون المخلصون والأحرار الحقيقيون هم في الواجهة. نعم. يجب أن نبتعد عن كل من هو عميل أو كل من لا نريد أن نتهم أحدا، ولكن للأسف الشديد الواقع يظهر على أن هناك مخلصون، هناك أقل إخلاصا. نعم. هناك منتفعون في كل اتجاه أكيد، وهناك خبراء عسكريون، وهناك أكيد. من يعرف يعني من أين تؤكل الكتف، ولكن إن كان هذا الذي يعرف يقصى يستبعد هذه الطامة. دعنا الآن نعود إلى الشعر مجددا، إلى القصيدة الجديدة مباشرة. إلى الشعر، تفضل أستاذ مصطفى. سأقول في قصيدة بعنوان هتاف الربيع. نعم، خذنا إلى هذا الربيع العذب، تفضل. نعم. سكب الربيع على الزمان جمالا، وسر الجمال على التلال تلالا، هذا الفؤاد لكم يسر بربوة تحيي القلوب وتنعش الآمال، كم طائر غنى ببوح نشيده ليزيح عنا الهم والأثقال، وترى البلابل في جميل نشيدها، يا الله، فرحت تغرد يمنة وشمالا، ومضت تجوّد في الغصون غناءها لتريك من سحر الجمال جمالا، كم عاشق يغفو بحضن نضاره ويرى الزمان تلاقيا ووصالا، يا نادبا في الناس عافر حظه، كن كالربيع وجدد الإقبال. الله. إن الحياة عقيدة فاصعد بها هام الجبال وحطم الأغلال، سر يا ربيع وقد عرفتك سائرا، تحيي الموات وتبعد الإذلال. أحسنت، أكمل. سر يا ربيع وقد عرفتك سائرا، تحيي الموات وتبعد الإذلال، هو ذا الرب هو ذا الجمال رهين كفك فاتئذ، كم في الأولى وهم الجمال وبالا، يا الله، هو ذا الربيع يريك رائع حسنه، ما كان مزهوا ولا مختالا، وهب الحياة جماله وجلاله، لا درهما يبغي ولا مثقالا، أنا يا ربيع أراك أكبر توبة، تهب الشباب عزيمة وخلالا، جد يا ربيع على الأنام ببهجة، تنهي الفساد وتبعد الأوحالا، جد يا ربيع على العوالم كلها سعدا، وخفف عنهم الأحمال، عد يا ربيع إلى الخلائق، جد يا ربيع على العوالم كلها سعدا، وخفف عنهم الأحمال، جد يا ربيع إلى الخلائق كلها خيرا، وخفف عنهم الأحمال. أعد البيت الأخير،
أعد البيت الأخير أستاذ مصطفى لأن الصوت تقطع قليلا. عدي يا ربيع إلى الخلائق كلها خيرا وأصلح فيهم الأحوال واملأ قرى الآفاق نورا بهجة وازرع لنا في القادمين رجالا. هل انتهت القصيدة؟ لما يا ربيع فتحت كل مواجعي، لما يا ربيع فتحت كل مواجعي وشرعت تمطر ذا الفؤاد نبالا. إن الشباب إذا تبدد عزمه ترك الفعال وردد الأقوال، أخشى على ذا الجيل كل ملمة كي لا يضيع أو يخوض رمالا. بالله مهلا يا ربيع لعلني أعطيه عزما إن أراد نزالا. أنت الذي فجرت كل عظيمة، أنت الذي فجرت كل عظيمة وشرعت ترشد بل تقول فعالا. بالله قل لي من حباك عزيمة وأراك من ثوب الشباب خصالا. لما يا ربيع أراك تقدم باسما وشتاء قحطك قد أذيب وسالا. من يا ترى أعطاك باهر عزمه حتى غدوت مدى الزمان مثالا؟ من ذا الذي أهداك فاغم عطره ليريك من عبق السماء دلالا؟ أنا يا ربيع، أنا يا ربيع أراك نفحة خالق وهب الحياة محبة وجلالا. إن الذي سوى الربيع لخالق وهب الربيع لينشر الآمال. إن الذي سوى الربيع لخالق وهب الربيع لينشر الآمال. وأنعم بها من آمال. فض فوك أستاذ مصطفى، وفي هذه القصيدة التي تتحدث بها أو جئت بكثير من مفرداتها على ذكر الشباب، رسالتك إليهم أي الشباب، تفضل. تمام. الشباب هم عماد كل هدف نبيل، عماد الوطن وعماد الآمال وعماد الآمال، وهم الذين يحققون حرية، عماد الحرية، بهم نستطيع أن نفعل الكثير إن استطعنا أن نوجه هؤلاء الشباب التوجيه الصحيح وأن نعتمد عليهم. وها هي ثورتنا في سوريا بدأت بالشباب، لولا الشباب لما قامت هذه الثورة حقيقة. هم الذين أشعلوا هذه الثورة المباركة، هم الذين رفضوا الظلمة ورأوا أن الحرية هي المطلب، فثاروا وكانت ثورات الربيع العربي في كل مكان. لابد أننا لعلنا أيضا نحق. نعم. تفضل. لعلنا نتحقق. أكمل ما لديك أستاذ مصطفى. نعم، يبدو أن الواقع يفرض نفسه علي لأقول أنا السوري. أنا لا أؤمن بتسبيكو، ولكنني أضطر أحيانا لأكتب عن واقع سوري. ولكن حاول أن تخفض الورق قليلا حتى نراك جيدا كما حدثتك قبل قليل. أبشر. أنا السوري، أنا السوري، تأسرني الجهات وتأخذني الظروف المومسات وتبكيني الأماكن بعد لأي وتلفظني البحار الموحشات. فلا بحرا خشيت ولا فراتا ولا خطرت ببال النائبات ولا خفر السواحل، خفت يوما وصار يخافني حتى الكمات. تسلمني الدروب إلى دروب وتندبني البحار الهائجات. أسير مشردا في كل أرض وأسعى لو تهدهدني الجهات. أسير مشردا في كل أرض وأسعى لو تهدهدني الجهات. هنا خطى الأحبة حيث ساروا وأخبار يدبجها الرواة وآهات تعالت في البراري
وأخرى جف في فمها اللهات أشلاء تنام بملء فيها وتندبها الدروب الشاحبات، وأخرى نابها سم فعاف ونام حماتها وغفى الرعاة دموع من قلوب من عيون القلب تبكي، دموع من عيون القلب تبكي. أخرى سوف يذرفها الولاة، أنا السوري لا أخشى عدوا وبات يخافني حتى الممات، أنا السوري عزة كل ساح وفي الساحات تعرفني السرات. الله. أنا الحر المدوخ، أنا الحر المدوخ كل علج بعزم بات يعرفه الجنات، أنا الحر المدوخ كل علج بعزم بات يعرفه الجنات. أحارب كل جبار عتل دنيم ليس يجهله العتاد، أنا السوري لي وطن جميل ويروي حسنه برد فرات. أيا وطني الذي أفديه روحي، أيا وطني الذي أفديه روحي ومسكنه الجنان الخالدات. أيا وطني الذي ما غبت عني برغم البعد تجذبني الفلات، أيا وطنا ظفرت بكل روحي ويوم رجوعنا يأتي النجاة. حفظ الله السوري. أكمل. أيا وطنا ظفرت بكل روحي ويوم رجوعنا يأتي النجاة. حفظ الله سوريا، ونتمنى أن يعجل بيوم نجاتها ونجاة العراق واليمن وليبيا وكل الوطن العربي على امتداد الخريطة الواحدة. أحسنت، أحسنت. دائما ينسى صاحب الحق نفسه ولكنه لا ينسى حقه، وأنت من أصحاب الحق الفلسطيني، وكلنا في النهاية أبناء هم واحد. متواصلون معك أستاذ مصطفى، لكن بعد هذه الجرعة الجميلة من الشارع العذب لابد أن نخرج إلى فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، لمن التحق بنا الآن في هذا العدد من بيت القصيد، ضيفنا عبر سكايب من غازيانتاب في تركيا الشاعر السوري الجميل حقا الأستاذ مصطفى البطران. حياك الله أستاذ مصطفى مجددا. شكرا لك أستاذ مصطفى، يسرني ويسعدني هذا اللقاء بكم وبقناة الرافدين. ونحن أكثر سعادة. أستاذ مصطفى، على مواقع التواصل الاجتماعي باعتقادكم، هل المواطن العربي في مختلف الدول العربية هل ترى أنه يعاني أزمة وعي وخطاب وتقبل للآخر، أم أن الأمر فيه من المبالغة ما فيه؟ حقيقة أرى أنه يعاني. النخبة من أبناء الوطن أرى أن هناك نخبة، ولكن للأسف أنت وسائل التواصل الاجتماعي تحاول أن تعوض تغييب النخبة عن الواقع.
يعني هؤلاء النخبة الذين غيبوا عن المشهد السياسي أو المشهد عن الواقع، وسائل التواصل الاجتماعي متنفس لهؤلاء النخبة. نعم. ولكننا قد لا نجد من يسمعهم. نعم. وقد لا نجد أو لا تستطيع وسائل التواصل الاجتماعي أن توصل أصوات هؤلاء الأحرار إلى شريحة كبيرة من المجتمع. لذلك نحن بحاجة إلى أن نشير إليهم وأن نحاول بقدر المستطاع أن نوصل أصوات هؤلاء الأحرار إلى شريحة كبيرة من الناس، لأنهم بحاجة إلى وقت حقيقة. الإعلام المضلل الموجود في كل مكان يحرف الحقائق ويبعدها عن أنظار الناس البسطاء، وكل ما يشاهدونه ويرونه أو يسمعونه يظنونه حقيقة. للأسف الواقع غير ذلك. نعم. إلى قصيدة جديدة أستاذ مصطفى، ماذا ستسمعنا هذه المرة؟ إلى شيء من الأمل. سمعك قصيدة كتبت في 2008 إلى أهلنا المحاصرين في غزة. تفضل. كلنا محاصرون في العراق، في غزة، في اليمن، في كل الوطن العربي. في غزة ولكننا الآن محاصرون في كل أوطاننا. نعم. تفضل إلى القصيدة. وجدي يسطر بالآهات الناتي، ويلهب الليل مذهولا بدمعاتي، حسبي أزلزل واللوعات تحرقني، فمن يخفف عني بعض لوعاتي؟ إني أزمل جرحي عل من أمل، يهدهد النار في أعماقي علاتي. إني أزمل جرحي عل من أمل، يهدهد النار في أعماق علاتي، وألجم النوح بعد النوح مستترا، وألعق الصقر بعد الصقر من ذاتي، وأسرج البرق في الآفاق لي أملا، ولوعة الدمع تحكي سفر زلاتي. ماذا أسطر فالساحات نائحة، تكلى تلملم لأيا بعض مأساتي. أنا الجريح ومن للجرح يسكنه، غير الغيارى على أرض البطولات. أنا الجريح وجرحي كله شرف، يزلزل الليل من ماض إلى آتي. أنا الجريح وجرحي كله شرف، يزلزل الليل من ماض إلى آتي، فكيف أسكن قلبي يا لثورتي، وكيف يهدأ جرحي بالمصيبات. يا الله. فكيف أسكن قلبي يا لثورته، وكيف يهدأ جرحي بالمصيبات، وكيف أجبن والتاريخ يعرفني، وليس آسف إلا من خياناتي. وليس يكسر غدر صخر همتنا، فيذهل القلب حقا من أخ عاتي. الله أكبر في الآفاق نعلنها، الله أكبر في الآفاق نعلنها، ونرفع الهام في بحر الملمات. دم الأحرار، دم الشهادة للأحرار رافعة، وموطن النسر في شط النجيمات، ولوعة الصمت في دنيا متاعبنا، حبلى ترتل نصرا للغد الآتي. فنحن من سطر التاريخ عزتنا، على جبال روت لي بعض هماتي. تفكف الليل عن عيني ولي أمل، أن يرجع النور في يوم لمشكاتي. وسيرجع النور، لابد أن يرجع النور. الليل عن عيني ولي أمل، أن يرجع النور في يوم لمشكاتي. وحتما سيرجع هذا النور يوما قريبا إن شاء الله إلى هذا أو هذه المشكات الطيبة، من أجل سوريا التي تحب، سوريا التي تعض على جراحها، سوريا التي ستظل صخرة منيعة تتحطم
عليها كل المساومات الهزيلة التي يرفضها أهلها الأحرار. كلمة للتاريخ من أجل سوريا التي تحب، ماذا عساك قائل؟ صباح الخير يا وطني، صباحك في المدى كبر، يجابه لعنة العسكر، صباح كله أمل وما زال المدى أخضر. صباحك ألف أرملة تجابه حظها الأعثر، صباحك واحة تكلى تنادي زهرها الأنبر، صباحك زيزفون الفجر فواح كما العنبر، صباحك زيزفون الفجر فواح كما العنبر، صباحك ياسمين الشام معروشا كشريان، يفوح بكل أوردتي ويكتب عشق أوزاني، ويروي حبك الغادي إلى قلبي بتحناني، ويعزف أسرى ألحان بأشكال وألواني، ويندب في دروب الحزن لأيا ظل إنساني، يكابد في دروب الجوع آلامي وأحزاني، أيا وطنا وجدت به غد الجاني، وجدت يدي على خدي تعاتب صمت حيطاني وجدراني. صباحك يا صباح الخير لا أحلى ولا أجمل، صباحك لؤلؤ يضوي على الدنيا ويفرش ساحك المجروح بالمنثور والمخمل، صباحك دمعة حيرة تنادم فجرها البسام كي تبقى على أمل مع الدنيا، وشمس شعاعه منظر، وتكتب في بطاح الأرض ملحمة لعل سناءها يصفو لكل مجاهد يكبر. صباحك زقزقات الصبح في أرجائنا أنظر، صباحك همهمات الورق تحكي حظها الأغبر، صباحك طفلة تبكي ورجع ندائها مخفر. صباحك يا صباح الخير يا كوخا يعاتبني على الغلات والبيدر، صباحك جبهة عزت على الدنيا وترفع هامها تثأر، صباحك دمعة حرة على الخدين نادبة تعاتب جرحها الأسمر، صباحك ألف نائحة صباحك ألف نائحة تحدق في المدى تسخر، يا الله شرح أمسها الجاني، وتبعث في زمان القحط آهات تزلزلني، وهذا القادم الآتي على المعبر يلملمني، ويزرع في ضلوع الحزن آمالا تسامرني وتحملني إلى الأنظر. صباحك يا صباح الخير يا وطنا لا أحلى ولا أجمل، صباحك يا صباح الخير يا وطنا لا أحلى ولا أجمل. بوركت أستاذ مصطفى، باختصار شديد لو سمحت في سؤالي الأخير، وأريد منك إجابة ملخصة ومقتضبة، رسالتك إلى شاعر عربي ماذا تقول له؟ رسالتي إلى كل شاعر حر أن يكون حرا قبل كل شيء، أن يسخر قلمه وأن يسخر شعره ليكون حرا في هذه الحياة، ليكون مثالا يقتدى في الحرية. الحياة الحرية هي الحياة التي يمكن أن نسميها حياة. كانت أوقات طيبة هذه اللي جمعتنا فيك أستاذ مصطفى البطران الشاعر السوري، مر الوقت سريعا كثير، بنشكرك من خلال طاقم قناة الرافدين، وكذلك أشكرك أيضا أنا لتشريفك لي بهذه الحلقة من بيت القصيد. أشكركم أستاذ مصطفى مطر، وأشكر قناة الرافدين والإخوة في الكنترول وكل المستمعين، وإلى لقاء متجدد، لقاء آخر إن شاء الله معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد.
الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.